لو انت عندك مشاكل في المعده اقفل الفيديو، لكن لو معدتك هتستحمل شويه هات كيسه بلاستيك وتعال اتفرج معايا، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، انتوا قدها وتقدروا عليها وانا واثق فيكم، ويلا بينا نبدا الفيديو، وربنا يستر ما يجيبش اللي في بطني وانا بصور الفيديو ده. ايام احلى ليالي رمضان والمسحرات هاي نقر على البيبان، وانا قلبي فرحان بنقوره من فرحته حيطلع فولو ويغمز بالجبنه كمان. يا احلى ليالي رمضان الله عليك يا سيد الله يا فنانه، ايه العظمه دي كلها؟ شايفين المواهب عامله ازاي؟ احنا عندنا مواهب مش قادر ما نحبش ناكل الزلابوي سليمة. رجعنا لفكرة قلب المعدة بقى، وبعدين ثانية واحدة اسمها ايه؟ ما نحب نفتفتها ونتفاها. يعني ايه يعني؟ انت كرهتني فيها، انا كنت بحب اكلها كده، انا سكر بودره كده، مش هاكل زلابيا تاني خلاص، خلاص قرفت من الزلابيا، انا والزلابيا خلاص علاقتنا باظت. وبعدين نحطها في لبن وندخلها جوه الفرن بتبقى جميله داوس. نفسي اعرف جاب الثقه دي منين، نفسي. احنا هنهزر، انت بتعملي ايه بقى؟ مالك ضربه بوس كده ليه؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ بنقول لكم ايه، صفحه الفيسبوك بتاعتي اهي، خشوا اعملوا لي متابعه عليها بسرعه. ده مين اللي نفسه حلوه اللي هيعمل لك متابعه عشان يشوف اللي انت بتعمليه ده؟ ده لو اللي بيتفرجوا هيجيبوا اللي في بطنهم دلوقتي. مش دي اللي بتتاكل، مش دي، مش دي، مش الجلده دي، مش دي، مش دي، مش دي. منظر يعني، لا لا اجمد اجمد، لازم نكمل الفيديو، لازم اجمد كده وانشف، ناس بتتفرج علينا، عيب عيب. دي بتتخانق معاها مش بتاكلها. والله الفرخه صعبانه عليا، انا عارف ان انا متاخر عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس ده عشان الفتره اللي فاتت كان عندي حوارات ولخبطه كتير، بس ان شاء الله الفتره الجايه احاول ان انا استمر وابقى موجود دايما طول الوقت، وان شاء الله الفتره الجايه بقى فيها مفاجآت جامده جدا هتعجبكم هقول عليها في الفيديوهات الجايه. ما تنساش بقى اللايك والشير والفولو.